سلام، الله وبركاته. اسمح لي دكتور أسجل. شكرا. طيب، احنا كنا بنتكلم في الجزء ده لما جينا نعمل ان ليست 0 اوف 0، فقبل دي لان دي 0 ودي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 الى اخره. طيب انا عايز اوصل ليه؟ لو انا عامل كده كانت هنا 17، يعني زودت على اللي موجود، ان احنا زودنا هنا ايه؟ الخانه رقم 4 زودنا هنا رقم كام؟ 17. ليه انا بتكلم على 17؟ 17 دي وحده واحده. رقم 17 دي وحده واحده، مش ينفع اقول واحد في خانه واحد، مش سترنج يعني. فلو جيت قلت له 4، يعني جيت هنا هنا اهو، قلت له ماشي 0 0 عرفتها. لكن لو قلت له الخانه رقم 4 دي 0 1 2 3 و17 في خانه رقم 4، قلت له بقى ايه؟ خانه رقم 4 اول اليمنت في الاري، اول اليمنت في الايه؟ في الاري. بص كنترول اس، عملت في 5 ضرب مني ليه؟ لان هو وحده واحده وما هواش اري، هو اوبجكت مباشر عباره عن نمبر. فما جيت قال لك اطبع 4 اوف 0، قال لك ده انت وما اقدرش اكسسه باندكس، ما اقدرش اكسسه بايه؟ باندكس. خدت لكم الفكره؟ حد يرد عليك؟ ده حاجه اسمها تايم ايرور، بسبب ان في الخانه 4 مفيش غير اليمنت مباشر واحد، فمش هقدر اعمل عليه عمليات. تمام، واضح، كويس جدا. ده كده كان كنا بنتكلم على ايه؟ ازاي بنقدر نعمل اكسس للاليمنتس اللي عندي، نقدر نعمل اكسس للاليمنتس اللي عندي. بس في موضوع، معلش حضرتك، معلش ممكن حضرتك تقول لي توضح لي ايه ان ليست؟ لان النت كان عندي بس فصل، مش فاهماها، بس واحدة منهم يعني ان ليست اوف وزيرو. تلخيصا سريع، تمام، احنا عندنا الاند ليست دي شكلها ايه؟ ده اسم الليست. خلاص تمام. ان ليست اسم البروجرام، وديت الاليمنتس الثلاثة هم في خلية واحدة، والداتا بيز موجودة في خلية، والخمسة بيك 5% دي موجودين في خلية واحدة، و17 موجود في خلية واحدة. فا اوف زيرو فهيجيب لي كلمه بروجرامنج على بعض. ثلاثه زيرو زيرو بقى اللي هي اخر واحده، هيروح على 1 ده ويجيب منه 1 ده صفر ده ايه؟ ده واحد. يعني ماشي كده. يعني احنا ممكن تقول ان فهمت خلاص ولا ايه؟ تمام يا دكتور، يعني نقدر نقول كده، يعني هي يعني ماشيه كده، بس خانه صفر خانه واحد خانه اثنين، صح ولا ايه؟ خدت بالي. صفر خانة واحد خانة اثنين وهكذا. فانا قلت له ايه؟ واحد واحد، فراح جاب الايه؟ جاب الثمانية. صفر صفر يروح على صفر، بس فعليا دي ماشية معايا عشان ده سترنج، واحنا قلنا السترنج يمشي معانا ايه؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10، يعني 11 ايه؟ 11 ايتم. طيب دي بنسميها دو دايمنشن عشان بتحدد بمحددين باثنين اندكس. لما اقول له 0 0 فراح على 0 0، لما قلنا له 4 0 فقام راح على 4، بس 4 ما ينفعش ملهاش اندكس، ماشي، فضربت مني لان الام، لان دي رقم انت، وما ينفعش ايه يعني اخد منه اجزاء سبسكريبتابل، يعني ما ينفعش ان انا يعني ما هوش نص اقدر اقطع فيه، ده هو قطعه واحده. خلاص؟ فهمت؟ في موضوع تاني
ازاي بنأكسس الاري او الليست، بس هو خاص شويه بالبايثون. بس خلينا نقول حاجه اسمها النيجاتيف اندكس. النيجاتيف اندكس يعني لو احنا جينا هنا كده بنلاقي ان في حاجه اسمها نيجاتيف اندكس، تمام؟ في ترتيب تاني خالص الاري اسمه نيجاتيف اندكس، ترتيب سلبي او بالسالب، او يعني ايه الارقام بالسالب. يعني لو انا جيت هنا اهو خاصه بالبايثون دكتور، مش موجوده في اغلب اللغات الاخرى. يعني لو جينا هنا مثلا قلت له عايز اطبع سالب واحد، ماشي، عايز اطبع ايه؟ سالب واحد، ودوست اف 5 فجاب لي مين؟ سالب واحد محمد سالب واحد. يعني اخر واحد عندي، اخر واحد عندي مين؟ سالب واحد. فافهم من كده ان ده كان نيجا سالب اثنين ولا ايه؟ بيعمل ريفيرس كمان، بيعمل بيرقم بالريفيرس. يعني لو رحنا هنا كده قلنا سالب اثنين ورنينا لقينا مين؟ طاهر، صح؟ لقينا مين؟ طاهر. يبقى ماشي كده، يعني الاقي دي كام؟ سالب 3، الاقي دي سالب 4، الاقي دي سالب 5، الاقي دي سالب 6، الاقي دي سالب 7، الاقي دي سالب 8، الاقي دي سالب ايه؟ سالب 9 وعدد سالب 10. لاحظ حاجه ان الريفيرز ما فيهوش ايه؟ او اسف النيجاتيف اندكس ما فيهوش ايه؟ والزيرو ما فيهوش ايه؟ ما بيبداش بالزيرو، بيبدا بالسالب ايه؟ سالب واحد. على اساس ان هو بيقول لك انا ما ابداش بالزيرو ليه؟ عشان ما اعملش كونفليكت مع الاندكس الرئيسي، لان مش معقول ابدا هنا ابدا بزيرو، ده يبقى انا خمس. لان كده لما اجي اقول له اوف اندكس زيرو هيجيب لي مين؟ هيجيب لي عادل ولا هيجيب لي محمد؟ هتبقى عنده انما ايه بقى؟ اعماله بالنيات، انت تقصد النيجاتيف ولا ال هيتوب، فاهمني؟ هو لازم يبعد عن كل الارقام الموجبه ويبدا من اول رقم السالب عشان ما يبقاش فيه دوبليكيشن، ما يبقاش فيه تكرار عنده في الايه؟ ما يبقاش فيه عنده تكرار في الاندكس. يعني في عند النيجاتيف اندكس وعند الاندكس العادي، والاثنين ما بيتشابهوش وما بيتدخلوش. وصلت الفكره؟ فانا قلت له برنت الامس او سالب 10 هيطلع مين؟ هيطلع عادي، صح؟ نفس الكلام طبعا لو جيت قلت له غلط، هي برضه اللي هي بتاع اللي هو الليست اوت اوف رينج دي، قلت له سالب 11 صح؟ سالب 5 برضه قال لي ايه؟ الليست اندكس اوت اوف ايه؟ اوت اوف رينج، صح؟ يعني ما ينفعش اقول له سالب 11 ما فيش اصلا في الاري سالب 11. مين مش فاهم؟ دكتور عادل النيجاتيف اندكس هل ليها مين؟ يعني هي بايثون ضايفاها ليه؟ يعني هل انا استغنيت عنها واستخدمت الاندكس العاديه في مشكله ولا او هحتاجها فيما بعد يعني؟ والله بص، يعني انا ما بحبش الاختلافات. في ناس بتعارضني بس انا بالنسبه لي ما بحبش الاختلافات. يعني لو انت معايا في الشركه مثلا وبتشتغل بايثون هتلاقيني بقول لك ما تستخدمش النيجاتيف اندكس. هتقول لي ليه؟ هقول لك امشي على الستاندرد اللي بيمشي على كل اللغات، بحيث ان لو جالي حد اللي ما عندوش خبره في البايثون بس هو راجل مبرمج عبقري وكويس جدا وكل حاجه بس في مجال ثاني لغه ثانيه، فلما يجي يبص على الكود بتاعك او يكمل وراك او حاجه ما يبقاش ايه ده؟ هي دي تقصد بيها ايه؟ دي رايحه منين؟ هي دي عمليه بالنسبه له الستاندرد يعني، فاهمني؟ طالما اللي بعرف احلها بالاندكس العادي ما بحبش اتطرق للنيجاتيف اندكس يعني، حتى لو كان اسهل. تمام، فاهمني؟ يعني لكن انت عرفه انا بعرفه لك ليه؟ وارد تخش في شركه شغال مع حد فتلاقي الراجل كان شغال بنيجاتيف اندكس، ما ينفعش ما يكونش عندك خلفيه عنه، فاهمني؟ دي حاجه. حاجه ثانيه، وارد انت بتسيرش على الانترنت مثلا على حاجه لقيت واحد حالل بالسالب اندكس دي، فتقول ايه ده؟ مش فاهم حاجه، وتبقى انت اصلا الفكره بسيطه بس انت مش واخد عنها خلفيه قبل كده، فتحس ان انت مش فاهم حاجه. فخد خلفيه خلاص ماشي اوكي، بس انا اتمنى انك تبقى يعني شغال دايما في الايه؟ او تمرن نفسك على الستاندرد العادي يعني، مفيش مشكله يعني. وتبقى عارف ده.
تمام تمام يا شباب، دي كانت يعني ده الاكزامبل 58 ده كان كل فكرته ازاي اكسس الليست، ازاي نقدر نعمل اكسس للليست. اتكلم على موضوع تاني في الليست. طيب عفوا الليست ممكن يعني احط جوه الفاليو فاريبلز مثلا تقلب القيم يعني مثلا بدل ما استدعي مثلا 7 5 8 5 100 استدعيها بالليست نفسها، يعني الفاريبل تبع الليست مثلا. مظبوط؟ والله ما فهمتهاش كويس، معلش قول تاني. يعني مثلا بدل ما اكتب مش هي نستة ليست، بدل ما احط جوات الليست الرئيسيه المين ليست حطيت جواتها سب ليست مثلا. اوكي ال 178 بدل ما احطها هيك احطها فاريبل فاريبلز، والفاريبل استدعيها من خلال الفاريبلز جواتها. مظبوط؟ عادي يعني انت ممكن تيجي نوت مثلا وعامل كده حاطط امبس تقصد كده؟ نعم صح صح كده. فانت كده حطيت الامبس كلها على بعضها جوه مين؟ جوه الليست. جوه الان ليست صح؟ نعم. عايز نجرب يعني لو انا جيت هنا اهو بيتقالوا ايه بقى؟ كده بالنسبه لي الامبس دي الاري دي كلها يا شباب بقت موجوده فين؟ موجود هنا في العنصر رقم 5 صح؟ يعني لو انا جيت قلت في العنصر رقم 5 طبعا دول كده ماشيين بقى معايا بالترقيم ده، قلت في العنصر رقم 5 انا عايز رامي مثلا اللي هو رقم 1، قلت اطبع على رقم 1 ودوست اف 5 هيجيب لي مين؟ جاب لي رامي صح؟ ايه؟ طب انا طبعا بعدها 3 اختار واحد صح؟ فجاب لي مين؟ جاب لي رامي. او معنى اخر انا مثلا اروح على رقم مثلا سالب 7 هيجيب لي مجدي صح ولا ايه؟ فلو جيت هنا قمت له بخمسه بس في العنصر رقم كام؟ سالب 7 يمشي الحال؟ نعم ماشي الحال. دوس اف 5 جاب لي مين؟ جاب لي مجدي. وصل لكده الفكره؟ شكرا دكتور. تمام ماشي. ناخد اكزامبل تاني اسميه 59. عن ايه بقى؟ عن حاجه اسمها عايزين نعملها اللي هي اسمها السلايسنج. سلايسنج يعني التقطيع ماشي؟ سلايسنج يعني ازاي اقتطع حته او اخد جزء من الاري بتاعته واشتغل عليه. مش عايز انا اللي هي الحاجات دي كلها مش عايزها، او خلي دي خلي الاريز بس اللي هي الفاضيه عشان نشتغل عليها من هنا وندخل بيانات ونفهم مفهوم السلايسنج ايه. السلايسنج في عندنا حاجه اسمها الكولون دي تمام، اللي هي السلايسنج اوبريتور. يعني في قلنا سلايسنج اوبريتور في الاري او في الليست، يعني انا دي كونتين امس تمام اوف مثلا مثلا من 3 ل 7 يعني من اول مجدي لغايه رانيا، او من 3 وعامل كولون وعامل 7. يعني لو جيت عملت برنت شغلت جاب لي مين؟ عملها ريب جديده مجدي ابراهيم محمد طه نجم تمام؟ مظبوط ولا ايه؟ احنا قلنا كان في حاجه غلط؟ عيدها والله يا دكتور، شو 3 7 هاي؟ نعم؟ عيدها لو سمحت. انا قلت له هو احنا قلنا لغايه 7 بس هو المفروض اقل من 7 يعني ما بياخدش الرقم الاخير برضه. جيت قلت له ايه؟ امس ادي الاري اهي. فانا عايز اخد زي كابي نسخه بس مش عايز كله، انا عايز اخد شريحه معينه. قلت له عايز الارقام من 3 ل 7. هيجيب لي ال 3 وال 4 و 5 و 6 لغايه ايه؟ لغايه ال 7 بس مش هاخد ال 7 يعني.
مش ياخد سبعة عدد. يعني انت هان دكتور حدد الاندكس، حدد الاندكس انه ياخذ الاندكس من ثلاثة للسبعة، هدول زي كوبي او يطبع لك اياه. اه بالظبط هي الفكرة. نعم يعني بتنفع مثلا لما اقول مثلا ايه عايز مثلا اخد من العشر الاوائل مثلا تبقى سهل عليا. صح. بس لو عندي مثلا بنات الطلبة وعايز اقطع العشر الاوائل فاقول له من ايه من صفر لغاية حضار من صفر لغاية عشر هيجيب لي كام؟ العشر الاوائل. صح مظبوط. فبتبقى مفيد. فبتبقى مفيد. طيب نفس الكلام لو انا جيت قلت لها ايه؟ نعم. ما فهمتش يا محمد الشعراوي عايز تقول ايه؟ طيب على ما يوضح الفكره اللي هو عايزها. طب مش المفروض سبعة ما تدخلش يا دكتور؟ ايه؟ مش المفروض سبعة ما تدخلش زي ما حضرتك قلت؟ سبعة سبعة دخلت فيه ليه؟ سبعة دخلت؟ ليه؟ فين دخلت؟ المفروض يقف عند المفروض يجي عند محمد طه ويقف. لا هو جه من عند الثلاثة ده رقم ده مجد. أربعة إبراهيم. خمسة محمد طه. نجلة سبعة. نجلة سبعة. مش ست. نبدا كام؟ سبعة. فين سبعة دي؟ مش بادئ من الزيرو؟ ايه؟ هو مش بادئ من الزيرو؟ احنا مش بادئين من الزيرو، احنا بادئين من التلاتة. طيب يعني الاندكس رقم كام؟ تلاتة. تمام الاندكس رقم كام؟ يعني بص خلينا ناخد كذا مسألة عشان كذا حاجة عشان تقدروا تميزوها. لو قلت من صفر لسبعة تمام؟ هيعمل ايه من الصفر لسبعة؟ جاب من ورا عادل وقف لغاية عند بادي. صح؟ لو قلت من ثلاثة لسبعة دي اللي شفناها. لو قلت من خمسة لسبعة هيطبع اثنين. صح؟ اللي هو ايه محمد طه ونجلة. بالك هو ما ياخدش السبعة، هو ما بيوصلش للسابع. اللي هو هو لو انا جيت قلت له كده من صفر لعشرة ايه اللي هيحصل؟ هقول كلهم يعني ما فيش 10 مثلا. خدت لي بالك؟ وبنقص من الاندكس يعني او لانه مش كده صفر 1 2 3 لغايه مش هياخد 10 لغايه 9 بعد 9 يقول لك 10 لا مش هيكمل. الحركه دي موجوده في البرمجه كتير يعني شفناها مع الرينج مثلا. صح؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت؟ وصلت تمام. يبقى احنا بس الاندكس الاخير بنقل عنه ايه؟ بيبقى قبليه بواحد يعني مش اكتر. طيب يبقى احنا قلنا كده السلايس اللي هو اللي هو مين ايه؟ لا في كمان ممكن جاي اعمل ايه؟ انا عايز لغايه مثلا لغاية 8 عشان تيجي معايا رقم 7 المرة دي. خلوا بالكم منها عشان ما بقاش على نفس الرقم 8 دي يعني 7 تبقى معايا. صح؟ وعملت كده يبقى معناها ايه؟ انا ما حددتش يبدا من كام؟ ما حددتش يبدا من ايه؟ من كام؟ فلو جيت رنيت هيجيبها من الاول. فهمنا؟ نقولها تاني لو جيت عملت كده قلت له من سبعة إلى إيه؟ إلى لا محدد. يعني معناها من سبعة وأنت طالع. يعني سبعة ثمانية تسعة لغاية الآخر لغاية آخر الأري. لو جيت عملت كده رن قال لي من السبعة من رانيا طاهر محمد وخلصنا. يبقى معناها إيه؟ لو في الأول ما حددتش يبقى من الأول خالص. لو في الآخر ما حددتش معناها الآخر خالص. وصلت ولا محتاجه توضيح؟ لا واضحه جدا. تمام جميل جدا. طب ايه رايك فيه؟ ما تقول مين اللي قال واضحه جدا؟
طه طه. طب يا طه كده هتبعها كلها صح مظبوط، كلام منطقي. معناها ايه؟ جمع من اول عادل لغايه محمد، طبعا كله من غير محدد في الاول من اولها، ومن غير محدد في الاخر يبقى اخرها. وكده طبعا الرينج ايه؟ الرينج كام؟ صح كده يا شباب؟ طيب حاجه بس بسيطه واقول خلاص خلصنا السلايسنج. يعني انا ممكن اسلايس كده، يعني ايه اسلايس كده؟ يعني اقول مثلا من سالب 9 لسالب 4 مثلا، اقول له كده مثلا سالب 9 سالب 4 ينفع؟ جابلي من رامي لمحمد طه، رامي سالب 9 لغايه سالب 4 نجله ما تجيش، يبقى يجي اخرنا مين؟ محمد طه. قومه دي ولا ايه؟ نفس الفكره بس بالايه؟ بالسالب. بالسالب. والسالب طبعا زي ما هو انا رسمه كده بالظبط عشان ما يلفش معاك. كده اهو، يعني الرقم الكبير هو الاول، مش زي الاندكس 0 1 2 3 طالع، لا هنا انت نازل. يعني تحط في الاول الرقم، يعني لو عملنا كده، تعالى نعمل برضه مثال تاني. طبعا دي مثالي واضحه. ولو عملنا كده بقى من اولها لغايه كام؟ بقت سالب 3 صح؟ ولو عملنا كده من سالب 4 لغايه الاخر صح ولا ايه؟ يعني اهو من اولها لغايه ايه؟ لغايه سالب 4 اهو، سالب 4 النجله ما جاتش. طب من سالب 4 بقى وانت طالع، بس سالب 4 تيجي لغايه الاخر لغايه محمد صح؟ ماشي. طيب هعمل حاجه ثانيه، لو جيت عملت كده الاندكس العادي من 7 ل 3، خدت بالكم انا عملت ايه؟ قلبت الرينج. انا قلت من 7 ل 3، ومفروض ارتب الرقم الايه؟ الاصغر الاول، وبعد كده الرقم الايه؟ الرقم الاكبر. هنا قلبت الكلام وعمل لي ايه؟ معرفش يجيب حاجه، معرفش، لان انت قايل له ابدا من السبعه وانتهي عند العكس، فهو ما قدرش يعملها، فما لقاش رينج، فبيجيب لك اري فاضيه. بيجيب لك اري ايه؟ اري فاضي، مفهومه؟ منتظركم، مفهومه ولا مش مفهومه؟ مفهوم يا دكتور، بس طيب. السؤال انا ممكن استخدم الليست والاري ازاي في يعني لو في مثال ولا حاجه استخدمها ازاي اطلع منها يعني بروجرام يعني الحاجات ماشي. الحسابيه قبل كده خلينا احنا عملنا قبل كده يعني في بس ايه يعني بس انت عندك ده بتاع الموظفين ده بس مجرد طباعه، لكن هنا كان في المثال اللي بعديه كان في فكره، هتعمل برضه قيمه المبيعات ال 10 فروع، هتحط 10 فروع، يعني دي مبيعات الفرع الاول، مبيعات الفرع الثاني، مبيعات الفرع الثالث، مبيعات الفرع الرابع، وبعد كده تعمل لوب عليهم بس بتجيب لي ايه؟ اجمالي المبيعات ومتوسط بيع كل فرد كمان، كل فرع اسف، كل فرع. تنفع صح؟ اديك استخدمتها. خلينا بس ايه نشرح الاستخدامات لغايه ما نشرح التعامل مع الليست، وبعد كده اديك امثله تكون ايه؟ تكون واقعيه شويه. ممكن نعمل مثلا مرتبات ناس ونجمع مرتبات ومتوسط المرتبات ومش عارف مثلا، فاهمني؟ او درجات الحراره، ونقول درجات الحراره متوسط درجات الحراره في المناطق دكتور او كده. نعم نعم نعم. لو قلت سالب 7 ل 3 شويه نيجي، لو قلت من سالب 7 ل 3 عايز انت عامل مثلا، هو يقصد ان هو عامل حاجه بالاندكس الموجب وعامل حاجه بالاندكس السالب، تمام؟ فانا عملت ايه؟ قلت له ماشي، يعني انا عامل مثلا موجب
موجب والتاني سالب فبيعمل ايه؟ بترجع هنا. فالتلاتة بتبقى جايبه مجدي لغايه سالب 4. سالب 4 فين؟ هنا اهو لغايه نجلاء، بس هو مش هيجيب نجلاء، يبقى مجدي وابراهيم ومحمد طه. انتوا طبعا لو برضو معكوسه مش هتجيب. يعني معكوسه يعني قال له من 3 سالب 9، فالتلاتة هنا هو عايز ينزل تحت مش هيلاقي سالب 9، مفيش رينج مش موجود، فهيجيب لي اري فاضيه. يعني برضو لو قلبنا نفس الفكره. طب لو عكسنا دي، يعني قلنا مثلا من سالب 9 لسالب 3 مثلا، من سالب 9 لسالب 3 ادوس رن. سالب 9 مين؟ من عند رامي لغايه قلنا كام؟ لغايه سالب 3. لا انا مش عايز سالب 3، كنت عايز 3 بس عليك ماشي، بس خلينا نقول دي برضه مش مشكله. من سالب 9 لسالب 3 فهنلاقي سالب 9 والسالب 3 اهي، دي عاديه دي ما مش محتاجه، مش مشكله. كنت اقصد لغايه 3 يعني، عشان تبقى واحده سالب 1 2. رجال يمين رامي واحده. لما نرجع ادي سالب 9 وادي 3. طبعا 3 مش هياخدها، هيبقى اخره مين؟ رامي واحده بس. مفهوما؟ ولا في مشاكل؟ مفهوم دكتور. تمام. تمام. حاجة أخيرة وبخلص بس الحتة بتاعت ال الحتة بتاعت ال السلايسنج. طبعا أنا ممكن أسلايس جوه فاريبل، يعني مثلا إيه نيو مثلا إمس، الموظفين كله دول نفس الفكرة، أنا أقول له إمس أوف مثلا بخليهم دول، أقول له كان من 6 كولون لغاية 9. لو جيت طبعا عملت برنت النيو امس انا مين؟ نجلة ورانيا وطار اللي هم دول. انا مش هاخد طبعا محمد، نجلاء ورانيا وطار بقت اريحة ليا، يعني اقدر اشتغل عليها برضه شغل عادي. يعني لو عملت كده وقلت اندكس اوف زيرو، فمين اللي في خانه زيرو بالنسبه للنيو امس؟ هما نجلاء ورانيا وطاهر، يعني الاريحة عامله كده، بتبقى ايه؟ نجلاء زيرو، رانيا واحد، طاهر وطاهر اثنين. يعني كده هو قايل له زيرو فتطلعي نجلاء اهو، عارف نجلاء. فاهمت؟ هل في اي مشكلة؟ تمام يا دكتور. لا تمام. تمام. ده كان مثال 9 و 60. طيب ده في السلايسنج كله، ازاي اقطع اجزاء واشتغل على اجزاء من الاري، وازاي بحدد الرينجات كلها بالكولون. طيب ناخد ازاي بقى يعني نعمل الري ونضيف عليها بمزاجنا، يعني احنا اللي نقاد عليها بحريتنا، ما يبقاش القيم ثابته. دي اهم حاجه طبعا، يعني ازاي ما نبقاش القيم بتاعتنا ثابته. اعمل اكزامبل 60 لان دي اللي هتفتح لك بقى الافكار اللي بعد كده، افكار بعد الشغل. طيب احنا عندنا الري، تعال نقول الري فاضيه. عادي. ممكن اقول امس اوف زيرو احط فيها عادي، صح كده؟ لو قبل دي قلت برنت الامس وبعد دي قلت برنت الامس، مش سلايسنج دي بقى ايه؟ اشتغل مع البيانات ذات نفسها. انوليبليت ليست ديتا. فجوست كده سيف
وجيت رن قال لي ايه؟ انت جيت تطبع قال لك ليست اساينمنت اندكس اوت اوف رينج. لما جيت ايه اقول له ايه حط لي في الخانه رقم زيرو، قال لي هو مفيش اصلا مفيش خانه رقم زيرو اساسا، مفيش خانه ايه؟ مفيش خانه رقم زيرو عشان احط فيها، هي فاضيه. تعمل فكره ولا مش واضحه؟ وعايز يحط في الخانه رقم زيرو بس مفيش هي، فدي كده بالنسبه لنا اول مشكله ان اصلا هي فاضيه فمش قادر يتعامل معاها. طب ليش دكتور؟ طب انت حطيت لها، انت مش عملت اساينمنت للاندكس زيرو عادل؟ ما هو انا جيت اقول له اندكس اوف زيرو هو ضرب هنا ما كملش السطر اصلا، قال لك مفيش اندكس اوف زيرو اساسا. انا عارف ان اللغه الثانيه في الاريه بتاخد الكلام ده عادي صح ولا ايه؟ عشان بس انا عارف دماغك انت فين فانا حابب اريحك. لكن انا لو جيت قلت امس وعايز اضيف جواها الشكل الامثل انا اقول حاجه اسمها ابند. ابند يعني اضيف الى الموجود. ابند يعني ايه؟ اضيف الى الموجود عادي. اضيف الى الموجود عادي. وبعدين مش محتاجين دي. وبعدين تروح اطبع بقى الايه؟ اطبع الايه؟ الام اس دي. لو جيت عملت كده قال لي كده ماشي. انا كده عملت اضفت جوه المسموع ما عنديش مشكله. مفهومه ولا ايه؟ ابند دي يعني ما فهمتش يا دكتور. يلا قول قول اسئله اتفضل. لا تاني، هو ابند دي فانكشن ولا دي بس هي فاريبل مش اكتر؟ فانكشن. مثال ابند فانكشن بتعمل ايه؟ بتقال نيو اليمنت تو ذا ليست اليمنت، يعني بتقال عنصر جديد خلاص الى العناصر الموجوده في المصفوفه. لو موجوده طبعا. يعني لو في عناصر موجوده في المصفوفه دي بتتزود عليهم. يعني خلينا نوضح الفكره اكتر. لو انا جيت بتعامل كده اسمك انت؟ اللي يكلمني طاهر؟ طاهر. اه لو جيت قلت طاهر وجيت قلت طاهر تقول ابند طاهر بقى هنا بقى ايه؟ هيضيف طاهر على عادل. تمام؟ لو قسمت بخمسه بلاقي الاري بقى فيها عادل وبقى فيها ايه؟ وبقى فيها طاهر. الضعف هما الاثنين على الاري. تمام. ها؟ في حد ليه سؤال في الحته بتاعت البند دي؟ دكتور ما بتقدر تعمل ابند مثلا لاندكس معين يعني مثلا تضيفه؟ اه في يعني انت هسه اول مره لما عملتها زي الاري انه خليت عادل يساوي بالاندكس زيرو ما 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 نفعت بالليست فاستخدمنا الابين. طب تقدر انت تحط لها يعني مثلا عادل تحطها في الاندكس 1 مثلا او اندكس 2؟ اه في حاجه اسمها انسيرت. انسيرت بس اشرح لك بقى بتعمل ايه لان دي بتعمل حاجه اسمها شيفتنج واوضحها لك. احنا دلوقتي بنعمل ابند عليه، ابند بتضيف عليه 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 ورقه فيها عدد تحطها، ورقه فيها كريم تحطها فوقيها، ورقه فيها سعيد تحطها، خلاص دي الابند الايه؟ الطبيعيه البسيطه. ماشي؟ وده ابند بتاخد نفس اللون بتاع مثلا الفانكشن برنت او از او ان والكلام ده؟ مش واخده لون، انت بتاخد اللون الفانكشنز الموجوده في البايثون زي الاز والان والبرنت. لا الاز والان والكلام ده دي اوبريت. لكن الابند دي فانكشن. دي فرق. تمام؟ دي ابند انا دي فانكشن جوه الليست بستخدمها ان هي تضيف على الليست. لكن ايه الحاجات دي؟ دي اوبريتورز وهنستخدمها مع الليست برضه. نقدر نستخدمها مع الليست ان شاء الله يعني. هنشوف ازاي. فاحنا خلينا وقتي على قد الايه؟ اللي عشان هنقول انسيرت ونقول اب ونقول ان مش عايزين نشتت الناس. ماشي؟ نجلاء لو هنحدد المكان اللي نضيف فيه العنصر ولا بنعمل اضافه وخلاص. ماشي دي انسيرت هنتكلم عليها كمان شويه استاذ نجلاء. اما هنا مش بنضيفه خلاص انا بنضيف على يعني كاليمنت زياده على اللي بعده على اللي بعده يعني ماشي بالترتيب. ترتيب الاضافه. ماشي بالترتيب الاضافه. في حاجه اسمها
ممكن اعمل لو انا عايز اضيف مجموعه على بعضهم خمس ست انفار مثلا على بعض، يعني مثلا عايز اضيف مثلا شويه دول مثلا معنا نجلاء ورانيا وطاهر ومحمد، طاهر موجود خلاص، نجلاء ورانيا ومحمد مثلا. فدول لو عملت ابند هتعملهم ابند 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 صح ولا ايه؟ عشان تقدر تضيفهم على بعضهم. نعمل جمله فور. ممكن تعمل جمله فور، وفي عندنا حاجه ثانيه بسيطه حاجه اسمها اكستنج. انا بتكلم على فانكشنز يعني. اكستنج يعني عايز اوسع الاريدي بحيث اضيف نجلة مين تاني؟ رانيا محمد ماشي. ورانيا محمد. طبعا لاحظوا انا عملت ايه؟ انا عملت اري واديتها الاكستند صح؟ عملت اري واديتها مين؟ اكستند. هو هيقابل الاري دي على الايه؟ على يعني انت بتعمل ابند بس ابند الايه لمجموعه مش ابند لواحد واحد، هي ايه؟ ابند الايه؟ لمجموعه يعني اد اد نيو اليمنتس بس تمام؟ بس هي بتاد اليمنتس للليست اليمنتس اللي ايه؟ اللي موجود. يعني لو جينا عملنا كده بلاقي ايه؟ عدد الوتار كانوا موجودين وضاف ليهم نجله ورانيا ومحمد. وصلت؟ وهنا بقول ايه؟ اد نيو اليمنتس، ما بقولش اد نيو ليست، يعني ما بيعملش ليست ليست، يعني مش بيأبند ليست، ما بيضيفش في عنصر واحد ليست على بعضها، لا بياخد كل عنصر وكل عنصر بيضاف منه منفصل عن التاني. فاهمينها ولا ايه؟ يعني لو انا جيت عملت ابند كده، يعني لو انا جيت عملت كده not list مش list تمام، يعني مش nested list دكتور بعمل مش nested list عليك، ولكن لو جيت قلت append هنا append وانت مديله array تنفع تنفع، بس هنا بقى عمل ايه؟ ضاف لك نجله ورانيا ومحمد list في ايه؟ في element كلها على بعضها، هي دخلت element واحد كلها على بعضها دخلت ايه؟ element واحد. ليه؟ لان الابند بتاد 1 element، فدي اد نيو element او ليست، فصارت نستت ليست كلها بالظبط element او elements. نعم واضح. تو ليست elements يعني بتضيف على elements اللي موجوده، هي بتاد نيو، هي ما ينفعش تقول elements، هي بتاد نيو element يعني هي زي ما كانت مشروحه فوق، ما ينفعش اقول بتاد نيو اليمنتس، ما بتادش اليمنتس، هي بتاد اليمنت واحد. اري تحطه اري. قيمه بتحطها قيمه. فبنت ما بت ايه ما بتزودش على الليست الا ايه؟ الا اليمنت واحد فقط لا غير. ما تقدرش تضيف اكتر من اليمنت عليه. مفهومه؟ احنا لسه معانا الليست، انا مش عارف يعني هل وقتكم يسمح نكمل تاني ولا نكمل المره الجايه عشان بس في شويه. نكمل الاسبوع الجاي يا دكتور لو في امكانيه. طيب هل الاسبوع الجاي ماشي، احنا كنا لغينا محاضره من اللي فات، هل نعوضها ولا ايه يعني، ولا اعوضها مسجله ولا ايه؟ يعني اعوضها لكم في الاسبوع الجاي ولا اعوضها مسجله؟